السلام عليكم متتبعي الاوفياء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم في هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد الطريقه باش تبخري دارك وتبقى فيها ديك الريحه النهار كامل، ريحه زوينه وطيبه وبمواد طبيعيه زعما متواجدين في اي دار، ماشي زعما شي حاجه اللي ما كايناش. كلش الناس عندهم هاد المواد هادو في الدار، كتستعمليها كبخور، كتشميها، كتعقمي بها دارك، كترشي بها عتبة الغرف، عتبة المنزل، لما كتعطي واحد الطاقة إيجابية كتجري على الطاقة السلبية وكتبقى عاطيه ريحة زوينة نهار كامل. أول حاجة كناخدوها واحد الكاسرونة كنديرو فيها تقريبا لترو ديال الماء، ممكن كتروا الماء باش ما يتحرقش لينا، وكنلوح فيها واحد تقريبا معلقه كبيره ديال القرنفل، واحد ربعه د العويدات ولا ثلاثه ديال القرفه، واحد معلقه صغيره عامره ديال الفانيليا، او الا عندك الساشي ديري الساشي، وكنضيفو واحد جوج معالق كبار ديال ماء الزهر. بالنسبه اللي ما عندهاش ماء الزهر يمكن لها دير بلاصتو ماء الورد. صافي، وكناخذوا هاد الكاسرونه كنغليوها كنخليوها كتطلق داك البخار ديالها، كنهدوا ليها البوطه وكنبقاو نشموا ديك الريحه، كتبقاي واقفه حداها وكتشمي ديك الريحه وكتخلي داك البخار كيطلع حتى المهم حتى كتستنشقي انتيا، من بعد كتنقصي البوطه، كتنقصي عليها النار صافي، وكتخلي كيطلق ديك الريحه في الدار كامل، حتى كتحلي البيوت ديالك، كتحلي المهم الغرف كامل، كتولي ديك الريحه دايره في الدار كامل. غير سدي الشراجم حتى تعقم لك الدار وتتشمي ديك الريحه، تعرفي بلي ديك الريحه دخلت للدار، وحتى الحوايج كتكون فيهم ديك الريحه زوينه. صافي، من بعد كنطفيو عليه، كنطفيو على الكاسرونه ديالنا، كنخليو داك الماء حتى يبرد، او كنديروه في واحد كنديروه في شي رشاشه او سبري، وكنبقاو نرشو به في العتبات ديال البيت ديال الغرف، المهم في الارض فيما بغيتي، المهم رشي كيطلق واحد الريحه زوينه. وكنتمنى تجربوا هاد الطريقه، راه ما غاديش تستغناو عليها وقت ما بغيتو تبخروا داركم ولا بغيتو تعقموها ولا ديروا فيها ريحه زوينه، ديروا هاد الطريقه راه ما عمركم تستغناو عليها، حيت ريحتها واعره واعره. نخليكم مع تتمة الفيديو باش تشوفوا المراحل كاملين وتطبقوهم ان شاء الله.